تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني خلال عملياته بشمال سيناء من القضاء على 5 تكفيريين شديدي الخطورة، من بينهم أحد قادة تنظيم بيت المقدس الإرهابي. وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن العمليات أسفرت أيضا عن القبض على 16 مشتبها بهم وتدمير عربة خاصة للعناصر الإرهابية، إضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة الآلية.